الحقوق حقوق ليست جباية يا ناس. لا مانع لدينا، ولكن بعد العيد. زادت النفوس على المراكب الكبيرة والصغيرة هو النص الآن، لكن جباية قبل العيد. اتقوا الله. هيا قولوا اتقوا الله. لا عمل لا دراهم. من قال اتقوا الله؟ أفلا تأخذ بنصيحة رجل دعاك لتقوى الله؟ الإمام التنسي، والله إني سألت نفسي أين هو؟ قلت نأتي لجباية المراكب ونؤجل الأصعب. فما الخبر وراء جباية ما قبل العيد؟ هذا قرار، وما أنا إلا عبد مأمور. كن عبدا لله الذي يأمر ولا يؤمر، ودع الناس يعملون. ألك أولاد؟ طيب اتق الله في الناس، وقد تكون أموال يتامى، والجور على أموال اليتامى ذنب عظيم لو تعلم. اتق الله يغفر لك الذي لا يعبد سواه. إلزم ما سمعت يرحمك الله. شكرا لك. كل عام أنتم بخير. وأنت بخير. أحسنت يا شافعي. نسأل الله اللطف فيما جرت به المقادير يا أبا يحيى. يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه لك يا إمام. هذا يا شافعي هو أبو أحمد شيخ النساجين في تنيس، إنه خير وريث لمهنة أجداده، وقد ورث هذه العباءة التنيسية، وهي تشرف بارتدائك لها. أنا أشرف بأن أحمل هدية أهالي تنيس. شكرا يا أبا أحمد. بارك الله. شكرا. هذه بذور تمر يا أبا عبد الله، ما من امرئ يغرس غرسا في أرض مصر حتى ينبت خير بإذن الله. هذا كرم كبير يا أبا يحيى، لم تتوقف هذه الأرض عن إعطائنا علمها منذ وصلنا. وكيف وجدت علم مصر؟ هزير، علي أنا أن أتعلم. فكيف السبيل؟ وهل لنا سوى كتاب الله؟ بارك الله فيك. رفقتك السلامة، سوف نلتقي قريبا إن شاء الله. أراك بخير إن شاء الله. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.